بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد عبد الله عليه وصحبه وسلم. اخباركم يا جماعه؟ وحشني جامد جدا. النهارده باذن الله عايز اتكلم على الموضوع الثالث في البروجرام مانجمنت، الام اس بي. قبل ما نخش على الموضوع الثالث، احنا خدنا انترودكشن، اوكي؟ بعد كده خدنا حاجه اسمها governance themes، وقلنا النهارده باذن الله هنمسك اول حاجه في governance themes. ايه ده؟ مش فاكر ايه اللي بتقوله ده. نفتكر مع بعض كده، الـ MSP كشهادة أوروبية تركيزها كله ازاي بعمل ترانسفورميشن في البيزنس، ازاي عايز اغير البيزنس بشكل جذري. فهي كل دماغها ازاي اقدر ادير مجموعة من المشاريع تهدف ان انا اخلق شكل جديد للشركة علشان يقدر يجيب لي مكسب معين. وقلنا قاعدة مشهورة قوي في البيزنس، لو انا استمريت بنفس نظام الشغل هجيب نفس الاداء وهكسب نفس الليفل من الفلوس، لكن لو غيرت من شكل الشغل متوقع ان انا اجيب فلوس بشكل افضل. فالوضع الحالي لو استمر زي ما هو هيكسب نفس المكسب، وده السبب ان احنا بنضطر نعمل ترانسفورميشن كل فترة. نرجع تاني اكد المرة الـ50، حابب تراجع بقى الحلقات اللي فاتت، احنا بنعمل ايه في البروجرام مانجمنت؟ بنقل الشركة من صورة لوضع تاني بنيت نحقق بنفيت. ده كل البروجرام مانجمنت. وقلت العمليه دي خطيره جدا جدا جدا، وعلشان كده انا بضطر اخد مجموعه من المبادئ او مجموعه من القواعد علشان اقدر احول التحويل الجذري ده للمؤسسه بشكل يضمن النجاح واحقق البنفيتس اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت لا قدر الله الفشل ممكن يؤدي الى ديزاستر، الشركه كلها تنهار او تفلس. فالموضوع ده بيتاخد بحرص جامد قوي. وكلمنا المره اللي فاتت على السيمز، النهارده اول سيم من السيمز وهي اهم سيم من السيمز اللي هي بنتكلم على البروجرام اورجانيزيشن. ده الموضوع بتاع النهارده. البروجرام اورجانيزيشن يعني ايه؟ مين الكبير؟ مين اللي تحتيه؟ مين الدراع اليمين؟ مين المسؤول عن الموضوع دوت؟ مين المسؤول عن الموضوع ده؟ مين المسؤول عن دوت؟ ايه البوزيشنز اللي عندنا؟ برضو بحب اراجع تاني عشان الناس اللي انا عارف اغلب اللي بيتفرجوا على الحاجات ديت ناس خدت بي ام بي، ناس خدت برنس 2 او شهادات البروجكت مانجمنت عامه. الفكره هنا يختلف كتير قوي. كبروجكت مانجر انت كل هدفك تحقق السكوب المطلوب منك، لكن كبروجرام مانجر انت بتغير في الاورجنايزيشن. تحتيك مجموعه من المشاريع، لكن في الاول وفي الاخر المشروع هدفه تسليم حاجه تكنيكال، حاجه ممسوكه، لكن انت بتجوز السيستم بالناس، فدي عملية مش سهلة. فازاي تجوز السيستم بالناس؟ ازاي تجوز الراجل ده والست ديت؟ محتاج حد يلعب على ده، محتاج حد يلعب على ده، ومحتاج حد يقرب ما بينهم عشان يعرف يتجوزوا. ده كل القصة اللي كانت في النهاردة. طيب تعال نشوف قبل عملية الجواز دي، تعال نشوف كده بسرعة كده ايه خطوات البروجرام مانجمنت، ايه الستبس الاساسية. بنسميها ترانسفورميشنال فلو. يعني ايه ترانسفورميشنال فلو؟ طريقة خطوات الترانسفورميشن. تعالى كده نشوف كده الترانسفورميشن فلو بتتكون من ايه. اول خطوة اسمها ايدنتيفاي بروجرام. ده ما بتكلمش على البروجرام اورجانيزيشن، انا بتكلم على ازاي الترانسفورميشن بيحصل عشان اقدر اقول ده هيلعب فين ده هيلعب فين، زي فريق كرة كده. عشان اقول هنكسب ازاي محتاج اعرف ده هيلعب ايه وده هيلعب ايه وخطتنا ايه. فده الخطة بتاعتنا ازاي بعمل الترانسفورميشن. اول خطوة بحمل ايدنتيفاي بروجرام، بحدد ان انا عايز بروجرام او لا. الاول البروجرام ده هيعمل ايه؟ طب البروجرام ده حلمه ايه؟ هيوصلني لحد فين؟ بطلع من ايدنتيفاي بروجرام ده بوصل لحاجه اسمها ديفاين بروجرام. هي يعني تقدر تقول عمليه البلاننج. يبقى ايدنتيفاي بروجرام بتحدد اللي انت عايز تعمله، الفيجن اللي انت عايز تعملها، الحلم اللي انت عايز توصل له، البنفيتس اللي انت عايز توصل لها بشكل مبسط. نخش بتفصيل جوه شويه، نبدا نديفاين البروجرام بشكل جامد قوي، نحدد البلو برنت. حد فاكر الفرق بين الفيجن ستيتمنت والبلو برنت؟ اه، ده بالظبط الفرق بين ده وده. هنا فيجن ستيتمنت كلام عام قوي، انا عايز اغير شكل البيزنس من شكل مانوال لشكل اوتوميتد. خلاص انا مش عاجبني النظام ان احنا شركة لوكال، احنا عايزين شركة انترناشونال. كلام عام قوي بيلهم الناس، بيأثر في القلب. زي ما قلنا بكده الام اس بي بيركز على الانجيجمنت مش الكوميونيكيشن، الانجيجمنت الناس تبقى مؤمنة اللي باللي بتعمله. فهنا الفيجن ستيتمنت بتطلع،
لكن هنا الخطوة بتخش في ديتيلز شوية، وبنطلع البلو برينت. وقلنا البلو برينت هي الخطة في المستقبل، شكل الشركة في المستقبل يكون شكله عامل ازاي، كل انت هتبقى قاعد فين وانت هتبقى قاعد فين، وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه في الشكل الجديد، لان الشكل ده اللي حقالي بعد كده البنفيتس. فهنا الديفاين بروجرام بطلع منه بعض الاوراق الرئيسيه او بعض الملفات الرئيسيه. انا عارف ان هي مش متعودين عليها في البروجكت مانجمنت شويه لانها هاي ليفل، حاجه زي البيزنس كيس، حاجه زي البلو برينت. هنتكلم على كل الكلام ده، وده الكورس بتاعنا اصلا، بس انا بديك الصوره كامله دلوقتي عشان تعرف مين هيقف فين عشان نقدر نسيطر على البروجرام. فالديفاين بروجرام ان انا هنا بصمم البروجرام، بحدد شكل الشركه، ايه اللي هكسب منه، البنفيت هتيجي ازاي، كل الخطط بحط بعملها هنا. بعد ما اخطط ابدا في التنفيذ. بنسكن بنشغلها ازاي بقى؟ بنشغلها ترانشات. انا شرحت الكلام ترانشات ده برضه قبل كده. يعني ايه ترانشات؟ انا براجع اهو معاك. يعني ايه ترانشات؟ انا قلت البروجرام بيهدف تحويل لتحقيق صوره معينه في المستقبل. الصورة ديت ما بتتحققش وان شوت مرة واحدة، بتتحقق على خطوات مراحل. ده الجزء الأولاني من الصورة، وده الجزء التاني من الصورة، وده الجزء التالت من الصورة. وقلت قبل كده إن أنا عشان أحقق الجزء الأولاني من الصورة، الجزء التاني من الصورة، الجزء التالت من الصورة، محتاج إن أنا أدير العملية دي. فخلص الجزء الأولاني من الصورة وأشوف الدنيا فيها إيه. هل الدنيا ماشية زي ما كنت متوقع ولا في حاجة اتغيرت؟ هل أنا محتاج أغير حاجة في شكل الرسمة ولا لأ؟ شكل الرسمة كده لما هتكمل هتؤدي اللي أنا كنت عايزه ولا لأ؟ لأن أنا مش شايف مستقبل كويس في الأول. فانا بمشي ترانشات. ترانشات يعني ايه بقى؟ جزء من الصوره. جزء من الصوره عباره عن ايه؟ مجموعه من المشاريع تحقق لي شكل معين من الصوره الكامله. فانا هنا بمشي ترانشات، فانا هعمل حاجه اسمها مانج لترانش. الترانش ده بيتكون من حاجتين، عرف الراجل والست وجوزهم ببعض، حاجتين مع بعض. اول حاجه ديليفري كابابيلتي. يعني ايه ديليفري كابابيلتي؟ سلم الحاجة اللي تمكنك. شوف بقى الكلام بقى الام اس بي شاد عليه قوي. ايه الكابابيلتي؟ انا عايز اطلع الاول، ده بنفيت. خلاص عشان اطلع الاول لازم اكون شاطر، فالشطارة تمكنني ان انا اطلع الاول، فالشطارة دي كابابيلتي. تعال نطبق على الشركات. انا عايز اعمل فري ديفكت برودكت، منتجات خاليه من العيوب. خلاص ده البنفيت. علشان اقدر اعمل كده لازم اطبق التوتال كواليتي مانجمنت او السكس سيجما. فالسكس سيجما هي الكابابيلتي اللي تمكننا نحقق البنفيت. فالكابابيلتي هنا قصدي بيها ايه؟ قصدي لما احقق الصوره دي خلاص هتمكن ان انا اقدر احقق البنفيت دي. لاحظ العلاقه، فيري هاي ليفل اوف ثينكينج، مستوى عالي قوي من التفكير. يبقى انا مش بسلم مشروع، مش بسلم برنامج، لا، ده انا بسلم قدره الشركه على تحقيق بنفيت. دي خطوة ان انت بتسلمهم الامكانية ان هم يوصلوا. انا بجيب عربية، دي كابابيلتي اقدر اسوقها، دي كابابيلتي. عايز احقق بنفيت، دي قصة تانية. عشان كده هم خطوتين، ديليفر كابابيلتي لتسليم المشاريع اللي تمكن الناس تحقق اللي هي عايزاه، والبنفيتس اللي بتطلع بنفيتس رياليزيشن، عملية البنفيتس تطلع من الكابابيلتي. يبقى انا ممكن اجيب موبايل بس ما بستخدمهوش، ممكن اجيب موبايل بس بستخدمه مش مظبوط، ممكن اجيب موبايل وبكسب منه كويس قوي. فده عمليه البنفيتس رياليزيشن بعد الديليفرنج الكابابيلتي. وصلت كده القصه؟ يبقى انا عندي ديليفر كابابيلتي، تسليم المشاريع، تسليم البرنامج، تسليم المبنى، تسليم الشركه، تسليم السد، تسليم اي حاجه، حاجه سام هاو تنجبل، حاجه ممسوكه. لكن ان انت تخلي الناس تتجوز الكابابيلتي دي وتمسكها جامد قوي وتبقى انجيجد بيها وتطلع منها فاليو، دي قصه ثانيه. باي ذا واي في شهاده اسمها ام او في، مانجنج اوف فاليو، دي كلها تركيز على الجزء ده بس، ان انت ازاي تريلايز فاليو اوف ثينجز، تحقق قيمه، مكسب من حاجه. فده البنفيتس رياليزيشن. يبقى ده كده الايه؟ المانج ترانش. مانج ترانش فيه حاجتين، ديليفر كابابيلتي اند بنفيت رياليزيشن. كل ترانش انت بتسلم كابابيلتي وبتبدا تشغل واحد، اهو بقى الادوار اهي، هتبدا تشغل واحد ان هو ايه، ياخد الكابابيلتي دي ويربطها بالشركه علشان يحقق منها البنفيتس. خلاص يبقى ده هنا البنفيتس رياليزيشن. وتقف، يبقى انا بعمل اول ترانش وقف، استنى شويه. طب مين اللي هيقف؟ هيقف يقول ايه؟ طب هنقول ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنقف، بعد ما نقف نبص على الصوره. هل الصورة لما بدأت تبان شوية
هنقدر نحقق المستقبل ولا لا؟ هل البنفيتس بدأت تطلع زي ما متوقعين ولا لا؟ هل انا ماشي صح ولا لا؟ تبدأ هنا نقف، فنعمل هنا prepare and review. يعني ايه prepare and review؟ براجع نفسي، براجع الترانش الكابابيلتي اللي سلمتها او الشكل الجديد بالامكانيات الجديده اللي انا استلمتها والبنفيتس اللي اتحقق منها او ماشيه، هل انا هقدر اكمل زي ما انا كنت بحلم ولا مش هقدر؟ فبقف هنا اقول ستوب، محتاجين وقفه يا شباب، نشوف في ايه. اذا كان الصوره كامله وكويسه نرجع تاني هنا للديفاين بروجرام، نراجع تاني الخطط بتاعتنا، لان طبعا ده الترانش الواحد ممكن يقعد سنتين ثلاثه، فكمان 3 سنين العمليه بتتغير كتير. فانا اقف هنا واستنى اقول ستوب، شوف في ايه يا عم اللي هيحصل في المستقبل. ها طيب يلا نشتغل، نشتغل يلا توكلنا على الله. فنبدا نعمل ترانش، تبقى ترانش الثانيه الثالثه لحد ما تسلم الصوره النهائيه. اذا خلصت او اذا حسيت ان الصوره مش هتكتمل، اذا حسيت ان الدنيا اتغيرت كتير، اذا حسيت ان الظروف اتغيرت كتير قوي في اللي حواليك والشركه مش هتقدر تحقق الكلام دوت، او في قلق او في او في مشاكل، ها تلاقي هنا ايه بنعمل كلوز او سلمت خلصت. خلاص يبقى ده كده البروجرام اورجانيزيشن او الترانسفورميشنال فلو. ترانسفورميشنال فلو يمشي ازاي بقى؟ بحدد ان انا محتاج اعمل برنامج، محتاج اعمل تعديل، بحلم حلم، فيجن ستيتمنت، بيج وورد، كلام كبير قوي. خلاص ولازم طبعا الناس اللي بتحلم الكلام ده ناس هاي فيري هاي ليفل، عشان الناس دي لازم تكون كوميتد، مهتمه قوي بالتنفيذ. تيجي بعد كده نبدا نديفاين البروجرام، نبدا ننفذ. عملت ديفينيشن للبروجرام، عملت الخطه، عرفت ايه اللي هتسلم، هتسلم امتى، حددنا. هنبدا نقول اوراق اهو، حددنا هنا هنحدد ايه بقى؟ البلو برنت. يعني بلو برنت شكلي في المستقبل هيكون عامل ازاي؟ ها حددنا البيزنس كيس. يعني ايه بقى البيزنس كيس؟ المكسب هيجي ازاي وايه تكلفه ان انا اجيب المكسب، زي دراسه جدوى كده، بس ليها تفصيل كبير هنتكلم عليها مره كامله. وهنتكلم على بروجرام ديفينيشن، خطه يعني بالبلدي، دي ورقه تطلع بالخطه، خطه التسليمات، هنسلم ايه، امتى ده هيتسلم، امتى المشروع ده هيتسلم، يوم كذا المشروع ده، اللي هي الايه بقى، ازاي تخطط، ازاي الرسمه بتتعمل بتاعت البروجرام. خلاص يبقى ده كده الاوراق، مين هيعمل الاوراق دي هنتكلم دلوقتي، هو ده بتاع موضوع النهارده. الايدنتيفاي بروجرام بتبتدي بحق ورقه صغيره خالص اسمها بروجرام مانديت، بروجرام ماندات، اللي هي فيها الفيجن ستيتمنت، دايما بتبقى دي غالبا من رئيس مجلس الاداره او من واحد كبير قوي هنتكلم عليه دلوقتي. البروجرام ماندات ده بيقول يلا يا جماعه توكلوا على الله، عايزين عندنا حلم وعايزين نعمله خلال ال4 سنين الجايه. يبدا واحد ياخدها الكلام دوت ويبدا يخطط ويبدا يعمل برنامج ويبدا يشتغل. طب تعالى بقى نبدا نتكلم على اسماء افراد. انا عندي كام دور بيلعب معايا في الليله دي؟ اول دور مجموعه اسمها السبونسرنج جروب، اظن الاسم ده ناس كتير معتاده عليه في البروجكت مانجمنت. ايه السبونسرنج جروب ده؟ خلي ده هنا في فكره جميله او ما شاء الله، يعني انا مبهور شويه بالادمنستريشن. ايه السبونسرنج جروب دوت؟ هي اعضاء مجلس الاداره او الناس الكبار قوي اللي في الشركه اللي بتحط استراتيجيه الشركه مبدئيا. يعني انت لو ما عندكش سبونسرنج جروب في الشركه هتصبح ازمه في تطبيق الام اس بي. ليه بقى؟ هنتكلم ليه دلوقتي. السبونسر جروب ده مجموعه من التقال قوي اللي في الشركه قاعدين بيحلموا وبيخططوا، اذا هم دول اللي بيعملوا لي المانديت. خلاص هم دول اللي بيقولوا يا جماعه احنا عندنا حلم كمان 4 سنين عايزين نحققه، عايزين نحقق الحلم ده. خلاص الناس ديت الجروب ده هو ساعات بيقول لك ممكن يكون اعضاء مجلس الاداره، ممكن يكون ساعات بيسموها لجنه اسمها ستيرنج كوميتي اللي هي اللجنه التمويليه للمشاريع الضخمه. السبونسرنج جروب دوت وظيفته بيعين واحد اسمه سينيور ريسبونسبل اونر. سينيور ريسبونسبل اونر، سينيور شخص كبير، ريسبونسبل مسؤول، اونر يبقى شخص كبير مسؤول وهو مالك الفكره، مالك المشروع. خلاص هو بقى اللي هيبدا يقود القصه. في حته هنا جامده جدا جدا عجباني قوي في الام اس بي، يقول لك ايه بقى؟ الاس ار او ده بمجرد ما هم يعينوه يشتغل تحتهم صح؟ لا والله لا، يشتغل معاهم في جروب،
يبقى مجرد ما يعينوا الراجل ده تعالى انت تبقى ماسك اس ار او خلاص، مش بيبقوا تحتهم، بيبقى معاهم. ليه معاهم؟ عشان لو اتعمل برنامج تاني هو من اللجنة اللي بتحدد اي برنامج تاني، والفريق ده بيراقب على نفسه. يعني ايه بيراقب على نفسه؟ يعني خلاص اس ار او اشتغل معاهم بقى في ضمن اللجنة، ما بياخدش قرار فردي، بياخد موافقة اللجنة. عشان ايه؟ علشان الشركة كلها تبقى ماشية متسقة مع بعضها. لان لو عندي اكتر من برنامج فيه تغيير جذري في الشركة من اكتر من محور في وقت واحد، لو ما حصلش تنسيق في الكلام ده بشكل كويس هتنهار الشركة. فمجرد ما انت يعني مثلا تعالى نطبق على الاي ار بي سيستم مثلا برنامج كبير، فنقول ايه اس ار او لبرنامج الاتش ار، اس ار او لبرنامج السيستم ده، اس ار او للسيستم ده، بحيث ان الكوميتي الكبيره ده هي تقدر تهندل، تقدر تدير خلاص التغيير في اي حته. فالاس ار او مش تحتهم بيشتغل، بمجرد ما يتعين بيشتغل معاه. الاس ار او بيعين خلاص اتنين. يبقى قبل ما انسى كده عشان محدش ينسى مني، ال اس ار او بيشتغل مع السبونسرنج جروب خلاص. ال اس ار او بيعين اتنين مهمين قوي. الشخص الاولاني اسمه بروجرام مانجر، الشخص التاني اسمه بزنس تشينج مانجر. اوبا دخلنا في الكلام الكبير قوي. ايه يا عم البروجرام مانجر وايه البيزنس تشينج؟ بزنس بروجرام مانجر وبزنس تشينج مانجر. البروجرام مانجر هو مدير المشاريع. الله 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 الله، هما مين العيل ده؟ مين السينيور ريسبونسبل اونر ده؟ ده اللي مسؤول عن المشروع، عن البرنامج. لكن مين المسؤول عن التنفيذ؟ البروجرام. طب ما تخلي ده هو ده. اقول لك لا، اصل ده بيراقب، بيدي التصريحات، ده اللي بيسلم، ده اللي بنسميه الشامبيون خلاص. ده لو في سيكس سيجما ده اللي بنسميه بلاك بيلت، ده الشخص اللي بيراقب. ما ينفعش ابدا في الاداره تخلي واحد بيراقب هو اللي بينفذ. فالاس ار او ما بينفذش حاجه، لانه لو نفذ تبقى مصيبه، هيراقب هينفذ ويراقب على نفسه، ما ينفعش. فده بيراقب، ده بيحط الفيجن، بيحط الاحلام، حتى ما بيخططش قوي، هو بيساعد في التخطيط، هو بيقول رايه في التخطيط، لكن هو ما بيخططش. التخطيط على البروجرام مانجر. البروجرام مانجر هو اللي مسؤول عن التخطيط، هو المسؤول عن الخطه الكامله، هو المسؤول عن كل تفصيل في التخطيط، انه مشاريع هتتعمل، تصميم المشاريع، المشروع ده هيخلص امتى، المشروع ده هيخلص امتى، التنسيق ما بين المشاريع وبعضها. خلي بالك البروجرام مانجر مسؤول عن المشاريع، عن الديليفرينج كابابيلتي، لكن اللي مسؤول عن البنفيتس رياليزيشن هو البيزنس تشينج مانجر. يبقى البيزنس تشينج مانجر بيستلم المنتجات، او بيستلم الافكار، او بيستلم التنفيذات، او بيستلم البرامج من البروجرام مانجر، ويبدا هو بقى يشتغل يعمل ايه بقى، يطبع الناس على الكابابيلتي الجديده عشان يحقق منهم البنفيت. بيشتغل مع الناس بحيث ان هو يحقق منهم البنفيتس. ناس بتقول لك ممكن يكون بوست امبلمنتيشن بعد التطبيق، اقول لك اه ممكن يكون بعد التطبيق او اثناء التطبيق، لان اثناء التطبيق عايز قصه، او قبل التطبيق، او قبل التطبيق. ازاي قبل التطبيق؟ لو انا رايح عروسه بقول لها، بقولها عريس يعني عايز اتجوز عروسه عريس، لو وريتهم لبعض كده ممكن ما يتجوزوش. فبعمل لعبه، بعمل ايه؟ بروح للعروسه اقول لها ده انا عندي حته عريس ليك ده جامد جدا، واقعد اتكلم كتير، اعمل لها غسيل مخ علشان هي لما تشوف العريس تقبله بسهوله. نفس الكلام بنعمله انا اللي تشينج، هنتكلم في الكلام ده كتير بعد كده. بنستخدم سياسه البول مش البوش. بول يعني ايه؟ اه ده احنا عندنا حته السيستم اي ار بي هيكسر الدنيا، ده هيقلب الدنيا، ده السيستم ده بيعمل كذا وكذا، شوف شغلك الصعب ده كله هيبقى حلو قوي. الراجل ده بيخلق اشاعات، خلي بالك الاشاعات علم، الاشاعات والقصص علم، فده بيخلق اشاعات وعلم، بيعمل حاجه جميله قوي 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 قوي. للاسف الشديد خبرتي في الاي ار بي في العالم العربي كله ما حدش بيعملها، واتمنى ان احنا نطبقها. بيعمل حاجه اسمها انديكيتورز فور ريدنس. انديكيتورز فور ريدنس يعني ايه؟ بيطلع الاشاعات ويلعب في دماغ الناس ويبدا يمتص منهم هل الناس مستعديه دلوقتي تتلقى التغيير ولا لا. يبقى ممكن يكون الراجل ده خلاص السيستم حصل له كونفيجريشن وتظبط كل حاجه، لكن مرحله التسليم مش دلوقتي، ده اللي يقرر امتى نتجوز، امتى ندخل الاثنين ببعض، التدخيل ده عملية دي هتتم ازاي،
هتمشي ازاي، ايه المعايير بتاعتها، ازاي يديرها، كل ده بيعملوه البيزنس تشينج مانجر. وعلشان كده لما باجي اخطط البنفيتس لازم مين يخش في الاعتبار؟ البيزنس تشينج مانجر. وعلشان كده البيزنس تشينج مانجر ده بيكون مهندس ولا من البيزنس؟ من البيزنس. البروجرام مانجر غالبا بيكون مهندس، ليه؟ لانه هو عارف سيستم، فاهم في السيستم كويس كتكنيكال، فاهم المبنى ده هيستلم كذا، التكنولوجي دي هتخلص في كذا، السيستم ده هيسلم في كذا، الاركتكتشر ده هيخلص في كذا، الداتابيز ده هيسلم في كذا، فده البروجرام غالبا مهندس. لكن البيزنس تشينج مانجر هو شخص فاهم في البيزنس كويس قوي. الاثنين دول لازم يشتغلوا مع بعض جامد جدا، علشان كل حاجه لما بيجي ديليفرنج كابابيلتي، رغم ان هي مسؤوليه البروجرام مانجر لان هو اللي بيسلم الكابابيلتي، الا ان تصميمهم ما بيتمش لوحده، لازم يحط في الاعتبار مين؟ البيزنس تشينج مانجر. ليه؟ لان انا بهدف كل الكلام ده عشان احقق بنفيت. فانا بروجرام مانجر ما بيشتغلش لوحده لمصلحته الشخصيه، لا ده بيشتغل خدام عند ده، وده بيشتغل بعد ده، يعني ده بيسلم ده وده بياخد من ده، فلازم يكون في تناسق جامد جدا. وعلشان كده بنعمل هنا مجلس اسمه بروجرام بورد. بورد يبقى ده مجلس اداره البرنامج. يبقى الاس ار او عضو في مجلسين، مجلس السبونسرنج جروب ومجلس اسمه بروجرام بورد، هو حلقه الوصل ما بين استراتيجيه الشركه العليا وما بين تنفيذ البرنامج، وهو عضو هنا بيحط استراتيجية الشركة وخلاص، مجرد ما حط هنا بقى عضو في استراتيجية الشركة، ومجرد ما هنا هو بيراقب على تنفيذ الجزء ده من استراتيجية الشركة. وده البروجرام مانجر وده البيزنس تشينج مانجر. في سكرتير للبرنامج، ليه؟ لأن البرنامج ده مشاريع كتير قوي وفي أوراق كتير وفي ريسورسز بيحصل لها اللوكيشن، يعني أحمد ده شغال هنا النهاردة بكرة عايز يشتغل في المشروع ده، والمشروع ده بيتخانق مع المشروع ده، فعايزين دراع يمين، سكرتارية للبرنامج. السكرتارية للبرنامج دي بنسميها إيه بقى؟ بنسميها البروجرام اوفيس. اوكي، يبقى انا عندي هنا سكرتاريه البرنامج بنسميها ايه؟ البروجرام اوفيس. المصطلحات دي تختلف عن البي ام بي، خلاص المصطلحات دي تختلف عن البي ام بي. البي ام بي ليها مصطلحات تختلف شويه عن البروجرام اوفيس. هنا هو سكرتاريه، اي اوراق تطلع، اي منشورات تطلع، كوميونيكيشن، اذا كان هعمل كوميونيكيشن مش هعمل انجيجمنت، فهو المسؤول عن الاوراق، عن الروبورتات، عن الايميلات، عن التمبلت، عن اشكال الروبورتات عامله ازاي، مين يعني، ده بيسموه الهاب اوف انفورميشن، مركز اتصال المعلومات. اي معلومه انت عايزها عن البرنامج خش على البروجرام اوفيس، لان الراجل ده مش فاضي لك يرد على استفسارات، فالراجل ده هو عنده كل المعلومات عن البرنامج، وهو اللي بيدي الاصدارات وبيعمل كونفجريشن للاصدار الاولاني والاصدار الثاني. اي ورقه من الاوراق دي لو حصل لها اصدارات ده اللي ماسك معاه اخر اصدار، خلاص. يبقى هو ده البروجرام اورجانيزيشن، بروجرام اورجانيزيشن. ايه علاقه ده بقى؟ تعالى كده نحكي قصه مع بعض. مين هيعمل بروجرام مانديت؟ ها ايوه، قول قول قول، ما تضلنيش في ده. مين؟ ها السبونسر جروب. يبقى السبونسر جروب بيعمل البروجرام مانديت، وهو اللي بيعمل الفيجن ستيتمنت، هو اللي بيحدد ايه الحلم. بيعملوا ايه؟ ها نكمل القصه. بيعينوا واحد، الواحد ده هيعمل ايه؟ اللي هو السينيور ريسبونسبل اونر، هيمسك يبدا سبونسر سينيور ريسبونسبل اونر يشتغل في الديفاين بروجرام. هيعمل ايه في الديفاين بروجرام؟ هيعين الاثنين دول. ليه الاثنين دول هيعينهم؟ عشان يعملوا ايه؟ علشان يبداوا يعملوا بلو برنت والبزنس كيس والبروجرام ديفينيشن. طب هو وظيفته ايه؟ هيأثورايز. بلو برنت دي حلوه، مضى. البزنس كيس دي كويسه، مضى. يبقى هو ما بيعملش، هو بيشوف وبيمضي. البروجرام ديفينيشن كويسه، بيمضي. البيزنس كيس هو بيخش دور تنفيذي في بعض الشيء في البيزنس كيس، لان هو دي اخطر حاجه. البيزنس كيس دي هي اداره البنفيتس، فهو انفولفد جدا. دراعه اليمين مين في القصه ديت؟ بيزنس تشينج مانجر. فهو بيأثورايز الاوراق دهيت، خلاص الناس دي بتشتغل، وده بيأثورايز وبيراجع، وساعات البيزنس كيس بالذات بيزود. البلو برنت بيسيبها قوي للبروجرام مانجر. ليه؟ لان هو انجينيرنج بعض الشيء، يعني بيزنس وانجينيرنج بعض الشيء، لكن البيزنس كيس هو بيكون انفولفد جدا، لان البيزنس كيس از اباوت بنفيتس اند ايفري ثينج از اباوت بنفيتس، خلاص. طيب هو هنا بيعمل ايه؟ بيقول نتوكل على الله وما نتوكلش. يبقى الاس ار او هو بيقول نتوكل على الله او ما نتوكلش. توكلنا على الله، هو ملوش دعوه هنا، ملوش دعوه هنا، بس هو بيجي على الريفيو مين؟ السينيور ريسبونسبل اونر، يقول كمل او ما يكملش. يبقى مين اللي بيعمل ريفيو؟ هو السينيور ريسبونسبل اونر. سلم يعمل كلوز، مين اللي يستلم الكلوز ويقفل الكلوز؟ السينيور ريسبونسبل اونر. يبقى الاثنين دول تخطيط وتنفيذ، ده بيعمل اوثرايزيشن، بيقول توكل على الله او لا.
ده بيشتغل مع ده، فلو جالي في الامتحان او انا في الامتحان لو سألني عن ده هو ده ده هو ده. الفرق الوحيد ان ده بيعين ده في بداية المشروع، بمجرد ما يتعين بقى عضو الفريق ده. خلاص كده بروجرام اوفيس ملوش اي دور اداري تماما، هو كل وظيفته ان هو هاب اوف انفورميشن، هو بيوزع معلومات للناس كلها. صعب الكلام ده؟ المرة الجاية بإذن الله أنا هكلم بالتفصيل على البروجرام مانجر ودوره، والبيزنس تشينج مانجر ودوره، والسينيور ريسبونسبل اونر ودوره، هكلم تفصيلا جدا لأن ده خطر جدا. هرجع تاني أقول فريق الكرة الشاطر هو الفريق اللي كل لعيب فيه عارف دوره كويس جدا جدا جدا، وعارف المنافس ليه دوره ايه قدامه كويس جدا، وعارف ازاي من خلال دوره ده يكسر المنافس. نفس الكلام على الشركات، لو كل شخص عارف دوره كويس قوي والدور واضح بالنسبه له وبالنسبه للناس اللي حواليه كلها، مش هتحصل اي مشكله خالص. في المره الجايه باذن الله هتكلم على الادوار دي بالتفصيل شويه، وهتكلم على حاجه اسمها الليدرشيب في البرنامج ده، يعني ايه الليدرشيب والقوانين العامه بتاعتنا في الليدرشيب في الكلام دوت. بس سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.